وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السفير أحمد الحداد عضو مجلس الشورى السابق. أهلا بك معنا سعادة السفير في هذه النشرة. أهلا وسهلا لك سارة، مسرور بوجودي معكم. نعم، بداية سعادة السفير دعنا نتحدث عن مضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم خلال القمة، خصوصا في ما يتعلق بأهمية التضامن والعمل العربي المشترك. تشك جلالة الملك المعظم الله يحفظه في كلمته، كانت هناك عدة نقاط ذكرها جلالته، وأولا طبعا هذه النقاط هي الترحيب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية إيران الإسلامية. طبعا إعادة هذه العلاقات تعتبر نقلة جدا مهمة بالنسبة لدول الخليج خاصة والدول العربية والإسلامية. كذلك جلالته رحب باحتضان القمة العربية إلى سوريا. سوريا طبعا لها دور كبير في هذا الشأن، وهي من الدول التي أسست ووقعت ميثاق الجامعة العربية. صحيح. فطبعا وجودها طبعا نأمل إن شاء الله أن يكون فاتحة خير ويعم السلام والأمن في هذا البلد العربي الذي له مساهمات كبيرة، ونأمل أن تكون انطلاقة لتحسين الأوضاع في سوريا. نعم. طبعا من المواضيع الأخرى تطلق جلالته إلى موضوع فلسطين. صحيح. وفلسطين، قضية فلسطين والشرق الأوسط هي قضية محورية بالنسبة للبحرين وبالنسبة لجميع الدول العربية. فذكر جلالته طبعا أهمية إقامة دولة فلسطين على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وهذا طبعا مبدأ البحرين لم تنحاز عنه في جميع المؤتمرات التي تشارك فيها، تصر على هذه النقطة المهمة بالنسبة لقضية فلسطين. طبعا تطرق كذلك إلى الوضع في اليمن، وشكر الجهود التي قامت بها سلطنة عمان، وهذا طبعا شيء احنا في دول الخليج نشكر السلطنة، وطبعا هذا نهج طيب، وسلطنة عمان لها علاقة قديمة مع البحرين وإن شاء الله تستمر في هذا الطريق. كذلك من الأمور الأخرى الوضع في السودان، وجلالته يعني كان يتمنى أن تنتهي هذه الاشتباكة العسكرية بين الأخوان في السودان. صحيح. ويعم الأمن والسلام بينهم. كذلك بالنسبة للصومال، إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد. كذلك ذكر جلالة الملك الله يحفظه نقطة جدا مهمة، وهي إيجاد حل يرضي الطرفين بين روسيا وأوكرانيا. وكما تعلمين أختنا العزيزة بأن هناك بوادر وقامت بها البحرين بالنسبة لتقريب وجهة نظر بين روسيا وأوكرانيا، فكان هناك قبل أسبوعين سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف الزياني في كيف للوصول إلى حل يرضي الجميع. فالبحرين بقيادة جلالة الملك الله يحفظه والدبلوماسية الملكية والتوجيهات السامية دائما يعمل على إيجاد الحلول التي ترضي الجميع، وسياسة البحرين هي تتركز على ثلاث أعمدة. نعم. أولا السلام والأمن في العالم، ثانيا حقوق الإنسان، ثالثا الاستدامة الاقتصادية. فهذه أمور جدا مهمة. كذلك تضمن الخطاب السامي نقطة مهمة، تغيير المناخ، فهذا هو شغل العالم اليوم. نعم. يعني هناك تقارير تقول بعد 5 سنوات سوف ترتفع درجة الحرارة إلى نسبة غير مقبولة، فهذا ينم على وعي جلالة الملك ورؤى بعيدة ثاقبة، وهو يتابع الأمور عن كثب. وطبعا الدول العربية والبحرين يعني لها دور كبير في التضامن العربي، في تعزيز التضامن العربي، في جعل الدول العربية تتقرب من بعضها بعض لتصفير المشاكل وإعطاء الأهمية للبناء الاقتصادي. نعم. كي تتمتع الدول العربية والشعوب بخيراتها. نعم. الوطن العربي مهم،
له يعني موقع استراتيجي، هناك يعني كثير من الموارد البشرية الاقتصادية أشياء كثيرة، لو عم السلام سوف طبعا بدون شك يعود بالخير والنفع على الجميع. نعم. سعادة السفير، دعنا نتحدث عن أهمية استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة القادمة في عام 2024. طبعا هذه الاستضافة والذي ذكرها جلالة الملك الله يحفظه خلال خطابه السامي في القمة لم تأتي من فراغ. البحرين مشهود لها بالعمل الذي يصب في تعزيز الوحدة العربية، التضامن العربي، سياسة جلالة الملك الله يحفظه، نعم، التسامح والعلاقات البحرين الطيبة مع، نعم، كثير من الدول ومشاركتها الفعالية الدبلوماسية الدولية، هذه كلها لها يعني دور كبير في ترحيب المجتمع العربي بمبادرة البحرين. صحيح. طبعا هذه مبادرة مباركة، نأمل إن شاء الله في 2024 أن تكلل هذه القمة 33 التي سوف تعقد في المنامة، وهذا لم يأتي من فراغ كما ذكرت، فهناك احترام كبير لجلالة الملك الله يحفظه سواء على المستوى الدول العربية أو على المستوى الدولي أيضا، الدول بشكل عام لما يقوم به من مبادرات إنسانية، نعم، لجعل التسامح والمحبة والأمن والسلام يعم جميع الدول، نعم، فهذه طبعا ميزة قلما القادة ربما تكون لديهم هذه الفكرة الطيبة. فهناك تحدي أختنا العزيزة بالنسبة للمؤتمر القادم في البحرين، نعم، وهذا التحدي كيف نستطيع أن نجعل هذه القرارات التي اتخذت في جدة ونتابعها وننفذها ويكون المؤتمر القادم في مملكة البحرين إن شاء الله بادرة خير لتنفيذ هذه القرارات المهمة ليصب في مصلحة الوطن العربي بشكل عام. نعم، سعادة السفير أحمد الحداد عضو مجلس الشورى السابق، كنت معنا ضيفا كريما في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. شكرا.